يرجع تاريخ نشأة هذه المدينة إلى العهد العثماني. أسست هذه المدينة لتكون حلقة وصل بين بغداد وبين مدينة الحلة التي تبعد عن المحمودية مسافة 60 كيلومتر. المحمودية 300,000 نسمة، الرشيد 150,000 نسمة، اللطيفية 50,000 نسمة، اليوسفية 30,000 نسمة، صدر اليوسفية وباقي المناطق 10,000 نسمة. يقودنا أحد شباب مدينة المحمودية إلى داخل الخان ويتحدث لنا عن هذا الخان وارتباط أهل المدينة بهذا المكان. حبيبي فدوى لعينك، ضيفك ابو علي، دايم اشكرك. طبعا هم هالشكل اهل المحموديه، دايما اهل المحموديه يحملون الطيب، عندهم ارث يجنن بالكرم بالضيافه. بس تلقي نظره على هاي الدرابين الحلوه، هي عباره تقول اهل المحموديه يقعون في المنتصف ما بين الطيب والكرم، ما بين طيبة أهل بغداد وكرم الجنوب، ما بين كرم أهل بغداد وطيبة الجنوب. طبعاً أنا اليوم وياي صديقي، وهذا صديقي الرائع اللي هو كفاح عباس. كفاح عباس يعتبر من الفنانين، هو كاتب، هو مخرج مسرحي. أعتقد تخرجت أنت من المعهد الفنون الجميلة بال 2006 طبعا، يعني بخضم ما كان العراق يتوق الى ان يكون عراق جديد، عراق اجمل، عراق بعيد عن الطائفيه، عراق بعيد عن القتل، عراق بعيد عن الارهاب. والكارثه الحلوه والرائعه، انا اسميها كارثه لانه كل شيء في هذا البلد حتى كوارث السلبيه فهي ايجابيه بالنسبه لي. يعني أنا عشت بهاي المدينة أو هذا القضاء اللي هو قضاء المحمودية، عشت به لمدة أعتقد 20 أو 25 سنة. نعم. تقريباً. نعم. مو؟ وكنا نبيع هنا طرشي بالسوق مال المحمودية. نعم. الكبير. ذكريات رائعة. ورا أعتقد 2 أو 3 سنوات عرفت أنه يوجد في المحمودية مأثرة قديمة جدا تدعى بخان المحمودية. طبعا من الجميل جدا انه كفاح الان هو المسؤول. نعتذر، السلام عليكم. من الجميل جدا انه كفاح الان هو المسؤول الاداري عن هذا الخان. اعزائي مشاهدي قناة الايام، هذا يعتبر خان المحمودية، من خان المحمودية الكبير. كبير بس هسه ملتقى حولنا له، ملتقى ثقافي. يعني أحدثت به ملتقى. تفضل. احنا مشينا كلنا. احكي لي كفاح، شنو هذا الخان؟ هذا الخان طبعا كان محطة لإيواء المسافرين. بني سنة 1650، ببضع السنوات. 1650 ببضع السنوات، يعني حسب كتب الرحالة والمستشرقين بنت عادلة خاتون زوجة سليمان باشا الوالي العثماني. انت قلت يعني بأربع أبراج. أربع أبراج للحراسة يشغلوها 12 شرطي مع الأمر مالتهم على مدار 24 ساعة، ويعني كان مثل السلطة العثمانية بنفس الوقت. يعني هو نظام كفاح حبيبي، يعني نظامه مثل مسافر خانة من مال قبل. نعم، هو بتعريف الآثار اللي هي حددت حتى حللت التربة سنة 1650.
1966 وأعلنت عن أثرية هذا الخان. قالت خان المحمودية الكائن في مدينة المحمودية من المباني التي أنشأت بعد 1700. أها. نعم. لأن الكربون يقطي زائد ناقص 50. يعني هاي على وجه الدقة. ممتاز. على وجه الدقة. نعم. إذن هو يعني ببساطة هو يعتبر مثل محطة استراحة للناس الوافدين من الجنوب مثلاً إلى بغداد. بالضبط وبالعكس. وكان أيضاً كان أيضاً أكو يعني دفع يدفعون. أكيد كان مقابلها يعني أجور أو مقايضة. بمواد. أو مقايضة. مواد عينية. يعني أنا شفت عندنا هنا كبير. نعم هذا البير قبل الخان. قبل الخان هو أساساً. نعم ومن بنى الخان. سمي خان البير أو خان بير نوس أو خان بير يونس. خان البير قال أنه نبي الله يونس هو اللي حفر البير. هاي المعلومة مذكورة في كتاب دليل الخليج للونكريك يعني أحد عاملي الهند ومترجم أيضا بسبع لغات. طيب يعني استندوا إلى أشياء لو فقط هو واحد عند هذا أو هو المصدر الوحيد الموجود عندنا اللي يقول هاي المعلومة من ضمن الآراء طبعا. هو البير بالأساس كان قبل الخان فمن بنى البير الخان صار البير من ضمنه فأطلقت عليه أول تسميات خان البير أو خان بير يونس. يعني كفاح هو بعد لحد الآن بارز البير. البير هاي احنا اشتغلنا بعد بعد حملة إحياء الخان. أي سنة صار؟ يعني 2016 إعادة ترميمه أو تأهيله. اشتركوا بها أهل المحمودية والناشطين ومثقفين المحمودية وبإمكانيات بسيطة طبعاً. الحملة نظمها منتدى الأدباء الثقافي بالمحمودية اللي هو أحد تشكيلات الاتحاد العام. نعم. أخذنا غطاء شرعي. ممتاز. تحويل الخان إلى مرفق ثقافي. طيب هسه أنت عندك هذا هو الأوانات الخارجية. نعم. اللي المسافرين كانوا وقلت أنت مثقف كله. هاي. أكو خارجي. بالصيف. بالصيف هذا صيفي. صيفي وبيئة ثلاث دكات هسه هي مدفونة لأن الأرض مدفونة تقريبا ثلاث. نعم. ثلاث أمتار. نعم. ثلاث دكات طول الوحدة 21 متر وعرضها 9 أمتار. نعم. وارتفاعها متر ونص. هذا الصيفي. مغلفة أيضا بالفرشي. بيناموا مثابه السرير كبير كان ينامون عليه. اوكي هسه هذا الصيفي. صيفي نعم. وعندنا الشتوي. الشتوي هاي هسه تعال نطب للشتوي. خلينا نطب للشتوي. هسه احنا شفنا الايوانات الصيفيه اللي برا، هاي الايوانات الشتويه. ايش كم ايوان موجود هنا؟ هنا طبعا هو البناء تناظري. يعني 10 مقابلها 10. أه. مقابلها 10. الداخليات السنة 20 عندك بالأركان 4 × 4 = 8 تقريبا 28 إيوان بس من هاي الجهة الغربية. أستاذ كفاح يعني حتى تهوية مسوين طبعا هاي بادقين يسمونها يعني بادقين يعني لأغراض تبديل الهواء والتنفس وأيضا الإضاءة. أستاذ فريد مو؟ الأستاذ فريد. أستاذ فريد الغريري مرحبا شلونك يا حبيبي؟ تفضل. هو المشرف القانوني والشرعي للخان. هسه احنا يعني شرح لنا استاذ كفاح عن تاريخ خان المحموديه. تاريخه من تاسيس تاريخ القديم. نعم. هسه اريد التاريخ الحديث، قالوا لنا يمك التاريخ الحديث. نعم. احكي لي. موضوع الخان، انغلق الخان سنه 66. 66 اغلق الخان. وانترك وانهمل وبدا ينهار، صار به قصب ومياه جوفيه صعدت بارتفاع متر تقريبا وبدا حاله انهيار. بدات الاركان اللي هي المفاتيل ابراج الحمايه اللي كانت موجوده اخر او رابع ركن اللي هو الركن الرابع هذا باتجاه الشمال. نعم. هذا اللي ورانا ورا المسرح. نعم. هسه هذا انهار بال99. فمن النهار صار مثل يعني جلب انتباهنا كنا هاملينه من يعني ما ماخذينه بنظر الاعتبار. نعم. فانهار الركن الرابع بدينا نفكر بموضوع انقاذ الخان لان هو كان آيل للسقوط من جينا شفناه وانتبهنا عليه هو موضوع آيل للسقوط. فبجهود اهل المحموديه طبعا يخلون اهل المحموديه كانوا داعمين لهذا الموضوع. لأن هو حقيقة الخان هو نواة تكوين مدينة المحمودية. نعم. هو هي النواة هو الخان هو صار وبدت المدينة تتكون حوله. نعم. فهو مهم لأي واحد من أهل المحمودية يعتبر تاريخ يعني جزء من شخصية الخان.
فكلهم كانوا داعمين لهذا الموضوع، وبدينا تحركنا باتجاه انه واجهنا وزارة المالية بال99، قلنا لهم هو الخان اكيد استاذ كيف واحد انطاكم فكرة انه تابع لوزارة المالية، اعطيتهم فكرة هو لوزارة المالية. نعم. والجهة المشرفة هي دائرة التراث. نعم. طبعاً أنا آسف قاعد نفتر بس حتى الكاميرا أيضاً تستعرض الملامح الرائعة الموجودة. يعني هذا عمر 400 سنة، يعني لازم الناس تعرفه وشو. أي طبعاً. هاي البناية اللي مهملة. أي طبعاً. إذن أهالي المحمودية أخذوا على عاتقهم أن يعيدون تأهيل هذا الخان. نعم. أي سنة صار هذا الموضوع؟ هاي العملية تمت الموافقة على إعادة تأهيله بال99. 99. وايضا اهالي المحموديه مشكورين، لان الدوله كانت وقتها وزير الماليه قال احنا حصار وغير قادرين. وزير الماليه اللي كان استاذ حكمه عزاوي مو؟ نعم. قال الدوله في حاله حصار وغير قادرين انه نرفضكم بمبالغ معينه، فشوفوا اهل الولايه واذا يعاونونكم يقدرون يديمون الخان. فتم اهل المدينه مشكورين بهذا الموضوع، تم دعمنا ماديا بمبالغ كانت كبيره لاعاده تأهيل الخان وتقويمه ومنع انهياره، لأن كان اللجنة اللي طلعت بال99 قالت الخان راح ينهار خلال 5 سنوات. خمس سنوات يعني مدة كلش مدة حقيقة. طبعاً. فاضطرينا إلى إنه يعني تكون العملية سريعة والأسس مالته كانت متأكلة وموافقة دائرة التراث قالوا ممكن معالجتها، لأن هي ممنوع إدخال أي مادة غير الفرش والجص. اي ماده مضافه حديثه، اي ماده حديثه ممكن. بس كانت موافقات خاصه لمنع انهياره انه ممكن تستخدم جو القاع كونكريت على مود تسند الاسس مالته. طبعا هذا كل الفضل يعود لمن؟ الاهالي المحموديه. نعم اهالي المحموديه. طيب بهذا الموضوع هسه اللي اريده فد سالفه يعني او ماثره صارت بهذا الخان واريدكم هاي السالفه تقولوا لي اياها، ما يعرفها بس اهالي المحموديه، يعني ما يعرفوها البغداد، ما يعرفوها مثلا اهالي الحله. يعني ممكن احكي يعني هو اريدك تعال هنا، تعال هنا خلينا نقعد، خلينا نقعد هنا. انا تعالوا تعال هنا، تعال هنا. الخان طبعا مشروع ثقافي وتأسيس بني لمدينه المحموديه، يعني تأسيس الاجاله بصراحه، خاصه بعد احياء وتحويلها الى مرفق ثقافي، فبدأت تطلع قصص يعني. آخر قصة وصلتنا من شخص بسنة 47. 47. تعرف أول مدرسة. إيه حلوة قديمة. أول مدرسة بالمحمودية اللي هي وراء الخان مباشرة. صح. فبال 47 سياج المدرسة الخارجي تفلش. فتعرف هذا الخان كان يؤوي يعني قوافل تجي وأكو وراء الخان أصطبل لإيواء الحيوانات طبعا. من ضمنها يعني البغال والخيل والخيول والبعران، فجايين جماعه شعبالهم طابين بالجزل من هار مال المدرسه، يعني قافله من 30 بعير عبالهم الخان محمله، عبالهم جزء من الخان، محطه الاستراحه مال تعرف بال 47 عدد طلاب المدرسه كلهم ما يتجاوز 90 واحد. اي طبعا. فطابين الجماعه، طابين هم والابل والبدو، ما حد يفهمهم، فراكضين جماعه الطلاب المدير مصعدهم فوق السطح ورايحين جايبين عليهم شرطي، الشرطي يحكي وياهم ماكو، يقولون ماكو كل شيء ماكو، ثاني يعني صاير رعب بالمدرسه، عايفينهم يعني مباشره هم يروحون طالعين الطلاب يعني أعزائي المشاهدين اليوم الزيارة تخبل إن كان من الناحية التاريخية لهذا الخان، وإن كان من الناحية الثقافية أيضا، وإن كان من الناحية المجتمعية من خلال هاي القصة اللي ما حد يعرفها بس أهل المحمودية. تابعونا واستمروا ويانا للفقرة الجاية.
أعزائي المشاهدين، طبعاً هسه إحنا بأقدم مقهى في قضاء المحمودية، وياي أبو حميد. شلونك أبو حميد؟ أنا مسلم الراتي. الله يسلمك. اثنين شاي عيني. شلونك أبو حميد؟ شلون صحتك الراتي؟ مسلم. الله يسلمك. شكو ماكو؟ خير إن شاء الله. هاي إحنا متعلمين العراقيين دائماً نقول نعم. شكو ماكو؟ هاي متعلمين عليها نعم. أكيد الله بالخير والبركة. أبو حميد، أنت من رواد هاي المقهى، مو صحيح؟ صحيح. زين، أريدك تحكي لي إنه اسمها مقهى محمود. قبل هم كان اسمها مقهى محمود؟ نفس الاسم. نفس الاسم. نفس الاسم مقهى محمود. نعم. يعني بقى. تاريخ تأسيسه. نعم. اللي تأسست تقريباً خلينا نقول بسنة الستينات. بالستينات. هي محافظة على نفس الاسم اللي قبلها هم كان اسمه محمود. حاليا اللي صاحب المقهى هم اسمه محمود. اها زين، سؤال ثاني. نعم. انه رواد هذا المكان، رواد هاي المقهى، شنو طبيعتهم؟ هاي المقهى تجمع يعني فئه من المثقفين، مدرسين، مهندسين، ومن العامه ايضا. نعم. من ميزتها هاي المقهى انه بيها فشي لطيف، انه ما بيها لا طاوله لا دومينه لا نرجيله، يعني مجرد جرايد، التصفح بالجرايد، تبادل افكار اراء بعض فيما بين يعني الشباب اللي موجودين هنا والمثقفين. زين، هاي قبل لو هسه، يعني خلينا نقول تقريبا محافظه على نفس التقاليد اللي بيها، يعني من تاسيسها لحد هاللحظه احنا اللي لاحظناه هذا. نعم. يعني من تاسيسها المقهى او من بنائها لحد هذا اليوم هي محافظه على هاي الحاله، يعني او هاي الشغله اللي بيها اللطيفه، انه تاخذ راحتك بيها، تقدر تصفح جريده، تقدر كذا، شغله التدخين بيها ما موجود نهائيا، المراقيل ما موجود بيها، عندك شغله الطاوله او كذا، ماكو الطريف، حتى التلفزيون ما بيها. اها حلو. يعني حتى التلفزيون ما موجود بيها، حتى لحد تبتدي اكو ناس افكار عندها، هذا يدير على قناه على فد موجه كذا، هاي حتى صحيح. زين، حسب هاي المعلومات انه يعني اجى ببالي انه كشباب. نعم. الشباب يعني هم يجون يترددون بس في المثقفين تقريبا، يعني فنسبة جدا قليلة، ولكن اللي تردد أكثر هم النساء الكبار في السن، متوسطين بالعمر تقريبا، من الشباب المثقفين، من أساتذة ومهندسين. نعم. وقسم من العمال أيضا ومن العامة أيضا اللي ما يجودون فيها براحة، يعني راحة النفس، يعني يحس أكو شيء مرتاح فيه في هذا المكان. حلو. يعني انت اكيد من اهالي المحمودية القدماء. شنو معلوماتك عن ثورة العشرين، يعني اللي صار بالمحمودية، يعني منو رواتها، منو القادة اللي قادوا هاي الثورة العظيمة، منو ابرز قادتها؟ يعني اللي بالمحمودية. نعم. اللي قادوا الثورة هاي هم اثنين اللي بارزين عندنا، عندنا الشيخ علوان شلال المحياوي. نعم. وعندنا الشيخ خضير عباس العلي الجنابي. نعم. اللي الشخصيات اللي بارزة اللي ظهرت بالمحمودية في زمن ثورة العشرين. زين. نعم. شنو الأحداث المميزة اللي أهالي المحمودية يعني يركزون على هذا الموضوع، أنه شنو الحدث اللي صار اللي سووه؟ وعندنا حادثه، يعني انا حسب ما اتذكر، يعني من اسمعها من اهل، يعني الاهل كذا، حادثه. نعم. القطار اللي موجوده صارت هذه، انقلاب القطار. انقلاب القطار كذا، هاي اللي انا. نعم. اتذكره وسامحها من يعني تدري من اجدادنا ابهاتنا يعني ذلك. نعم. ذلك الوقت. نعم. زين، شنو اللي تغير بقضاء المحموديه قبل 2003؟ وشنو الاحداث القوية اللي صارت اللي أثرت بنفوس أهالي؟ أكيد شفت أنه أحداث أنه مثلا المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي. نعم. أو شيء أكيد، هذا أكيد شفت فد حوادث، ما تقدر يعني إحنا لاحظنا أكو حوادث. نعم، هاي الحوادث صارت في قضاء المحمودية. نعم. مقاومة الاحتلال الأمريكي في وقتها، أو بس تقريبا خلينا نقول هي حافظت على تكاتفها شيء ما، يعني احنا ماكو منطقه في العراق ما تخلو من الطائفيه او تخلو من المشاكل اللي صارت فيها، من نقول هذا الجنوب. نعم. كذا اللي خلفت الحرب. نعم. بين امريكا
بس المحموديه اهاليها تقريبا خلينا نقول معروفين وحافظوا على هذا الشيء تقريبا. حلو. المقاومه صارت تقريبا كم حادثه عندنا في المحموديه، يعني اكو تكاتف اجتماعي، يعني رغم نعم تعدد نعم الطوائف المذاهب عشائر مذاهب نعم موجوده نعم. هذه بس الحمد لله شو فضل الكبار اللي موجود عندنا اللي احنا نقول وجهاء المنطقه اللي موجود نعم. الشيوخ حافظوا، واكو ناس مثقفين قدروا انه يستوعبون هذا الشيء ويحافظون عليه، ما صارت بها توسع اكثر مثل باقي المناطق اللي عندنا في العراق. نعم نعم. زين ابو حميد، انه انت يعني رغم هاي الاحداث اللي صارت وما فكرت مثلا تعوف المحموديه تروح الغير محافظه معينه؟ ما تقدر تعيف منطقتك انت اللي ولدت بيها. شنو تمسكك؟ هاي منطقتي انا ولدت بيها وربيت بيها، واعرف ناسي واقاربي واعرف الناس اللي بيها الطيبه. نعم. يعني هو اللي مر علينا هو بعد مقدر علينا لابد نشوفه. بس الحمد لله وشكر احنا دخل نقول المحموديه تقريبا حافظت على تماسكها وتالفها ما بين سواء خلينا نقول بهالعام السني والشيعه. نعم. تكاتب بيناتهم ما صارت عندنا طائفيه قويه بالمحموديه. صحيح صحيح. هاي احنا الحمد لله وشكر يعني المحموديه مميزه بيها وقد محافظه على هذا الجوهر اللي بيها. نعم نعم. زين وسائل الترفيه بقضاء المحموديه. نعم. شنو تتميز؟ ضعيفه المحموديه بوسائل الترفيه، واحد يكون واقعي يعني احنا ما عندنا نعم. مدينه العاب ما عندنا بالمحموديه مثل يعني عندنا مول واحد وهم تعبان، مو مول احنا نقول السوق سوبر ماركت نعم. نقول يعني صار شويه بعض الاعمار اللي موجود بالمحموديه، تبيط الشوارع صار عندنا مثل خان المحموديه، عندنا ساد كفاح نعم. الله يعطيه الصحه والعافيه، حاول انه يرمم مكان طبعا متهاري يعني منتهي فعاد بناء عاد ترميمه، حافظ على هذا التراث او المعلم الاثري اللي موجود عندنا بالمحموديه نعم. بجهوده وبجهود الطيبين الحمد لله قدرنا نحيي هذا المعلم الاثري اللي موجود بالمحموديه. هو طبعا معلم اثري قديم نعم. مثل ما موجود عندنا خان النص وخان شو اسمه اللي موجود على طريق النجف نعم. من ضمن عندنا خان المحموديه، وممكن تزوروه وتشوفونه ايضا تطلعون على نعم. بعض الاعمار اللي صار بالمحافظه. هم اكو فنانين من الشباب بالمحموديه لهم فد صدى بهذا المكان، انه لهم فد بصمه معينه، هم تعرف اكو شيء بال والله معلوماتي ضعيفه كلش بهذا المجال، بس احنا عندنا يعني فنانين بارزين مثل الاستاذ قاسم نحات معروف جميل، نسات كفاح ايضا فنان جميل، بعض الخطاطين الرائعين جيدين عندنا الله يرحمه عامر الخطاط معروف، حيدر الخطاط عندنا، دول بالنسبه للفنانين يعني معلومات مو ذيك المعلومات القويه عنهم عندنا نعم. موجوده نعم بالمحموديه. زين نرجع للمقهى، يعني انا دا اشوف يعني اكو ترميم اكو تغيير يعني أي. مثل هذا السيراميك نعم. او شيء اكو حافظت المقهى على اشيائها القديمه نعم هسه تلاحظ نعم. لاحظ السقف مالها اي انا هسه اشوف صحيح هو يعني حتى الاخ محمود ما حاول انه لا يلبخه او كذا يسوي سقف، حافظ على تراثه القديم هذا طبعا هو من تاسيسه او من بناه من الستينات هو هذا البناء مالها موجود زين. اما الجدران نعم صار بها هو يعني كمساحه نفس المساحه كمساحه لان هسه انا دا اشوف يعني انه اللي خلفي اللي خلفي ايه بالعمق كان نعم بيت اي هاي قبل فتره يعني صار توسيعة بها نعم حلو مساحه لان تدري الرواد اللي موجودين من الناس يعني كثروا مثل ما نقول لما يجدون من راحه في هاي المقهى يعني خلينا نقول ترفيه عن النفيس نعم والمنفس الوحيد اللي موجود يعني انا امدا اشوف ال نعم هذا اللي احنا بالدني طبعا قديمات الستينات دني الكارويتات احنا نسوي كارويتا مضافا عليها كم وحده جديده بس هو هذا اللي المعمول هو من القديم يعني نفسها نفس ما تغير عليهم كل شيء يعني ماكو انه يعني مقصود انه ما يصير يعني ما حطوا فد لمسه اكو حداثه يعني هو مقصود الموضوع انه نعم نعم حتى يحافظ على تراثه وعلى نعم رونقها القديم يعني انت تبدي تحس انه كل شيء قديم فشيء يحسك بالماضي يحسك انه انت بعدك عايش في اجواء اللي انت ترتاح لها نعم
بعدك تتردد يعني تجيك في حالات معينة إنه تريد تغير جو تريد تحن الهاي تجي بهذا المكان. كنا إحنا عندنا طبيعة العراقية نحب الشيء القديم يعني رجعت أكيد. للماضي رجعت ذكريات الذكريات القديمة شلون كانوا عايشين. أبو حميد عندك ذكريات تخص يعني هذا المقهى؟ والله هي المقهى هذه تدري حلوة يعني أنت ما تحس يعني نفسك مخنوقة وكانت تجي تقعد هنا تشرب لك سكان شاي تقرأ لك جريدة تصافح ويا فلان تبادل بعض الأحاديث ويا جماعنا. أبو حميد طبعاً أنا كلش سعيد بلقائك ومعلوماتك الجميلة وهاي الـ يعني انطيتني فد صورة جميلة جداً عن قضاء المحمودية وعن هذا المكان المعلم يعني يكاد يكون تاريخي يعني من الستينات. الستينات طبعاً. شكراً لك أبو حميد. أهلاً وسهلاً لك. حياك الله. إحنا الله يسلمك. العراقيين والحياك الله. تسلم. حياك الله. شرفني. شيخ سعد غضير شوارد أحد شباب عشائر العراق. شيخ سعد أمير إمارة بني حمدان. أهلا وسهلا بك شيخنا. يا مرحبا حياكم. فدوى قلبك. مرحبا مرحبا. شيخنا باعتبار المحمودية خليط من العشائر. نعم. وتعرف هاي العشائر إلها معتقدات وإلها مرجعيات. هل التعايش المجتمعي كان ناجح في هذه الفترة؟ شكرا جزيلا لك ولقناتكم الكريمة ولكادركم. الحقيقة المحمودية ضمن المناطق أو الأقضية العراقية اللي إلها تميز خاص. لو استعرضنا نخبة من الأقضية العراقية على مستوى الساحة نجد المحمودية ثاني ثلاث أقضية إلها نكهة خاصة بثقافاتها المجتمعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. حقيقة يعني من نجي نتحدث عن سوق الشيوخ ونجي نتحدث عن مركز الحلة بابل ونجي نتحدث عن قضاء المحمودية، دول الأقضية الثلاثة لهم ميزات خاصة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية. وجنابكم تعرفون الثقافة والأدب والفنون ظهرت بالدرجة الأولى في الناصرية والأقضية مالتها وكذلك بابل الحلة والمحمودية بها ثقافات مختلفة. أكيد. النقطة الأساسية والمهمة جدا المحمودية بها 12 عشيرة عام على مستوى العراق وهاي يمكن ميزة تمتاز بها المحمودية عن غيرها بهذه المسميات إضافة إلى عشائر مناطقية أخرى كبيرة وكثيرة جدا. الأساس بطبيعة العلاقة اللي تربط المحمودية مع بعضها كمجتمع بأنه تعاطوا مع الحالة تاريخيا مو الآن بأن المحمودية هي عائلة واحدة والمحمودية هي قبيلة واحدة والمحمودية هي تاريخ واحد. وفعلا رغم التنوع حسا احنا نجي على مستوى المحمودية نشوف عشائرها كل التنوع اللي بها لها رئيس واحد. من كل حديثنا هذا اللي طرقنا له أن تعاطى مع حالة اسمها التعايش السلمي. نعم. هذا التعايش السلمي بناء على المعطيات اللي ذكرناها والعلاقات والمشتركات الموجودة بين المجتمعات في المحمودية ولدت هذا التعايش السلمي. ولحد الآن التعايش السلمي الحمد لله موجود، العلاقات المجتمعية موجودة، المصاهرة موجودة. وإذا رجعنا وعرجنا على تاريخ المحمودية أول من سكن المحمودية هم البحمدان عام 1712 المرحوم أحمد الجاسم الله يرحمه جاء من الموصل من حمام العليل هو وعمامة وسكنوا الموصل وكان يسمونهم بالمصالوة لأنه صح. اللقب أو الكنية الدارجة لكل أهلنا وعمامنا وأسسوا بالمحمودية بوضعهم هم ناس تجار أصحاب أملاك أصحاب تجارة أسسوا وبدأوا بعلاقات إضافية أخرى مع العشائر العراقية. زين شيخنا بهاي الفترة السابقة
صارت مشاكل كبيرة يعني هددت السلم المجتمعي بين بين ما الأشعار. أعتقد صارت مسائل بمستوى تصير مشاكل جانبية صغيرة بس ما أكو مشكلة كبيرة هددت السلم المجتمعي. ولهذا احنا ما نريد نسبق الحدث عندما صارت الحرب مع الإنجليز خاصة بعد ثورة العشرين وما تلاها، نشوف عشائر المحمودية كلها اجتمعت، أغلبها يعني اجتمعت كلها تبقت تحت إيد واحد، وكانوا هم الثوار وهم القادة وهم المسؤولين على طرد الإنجليز من المحمودية. إذن مبدأ التعايش السلمي موجود بشكل كبير وبشكل واقعي في المحمودية حقيقة يعني. زين، أنا أريد أسألك سؤال آخر شوية بعيد عن هذا الموضوع، يعني مدينة المحمودية أو قضاء المحمودية، يعني تعتقد أنه أكو هناك مراكز يعني ثقافية ترفيهية اجتماعية خاصة اللي تعنى بالشباب يعني، وخاصة اللي عندهم مواهب، وأكو أحد من يرعى هذه الطاقات؟ شوف احنا نشأنا شباب وكملنا دراستنا المتوسطة والإعدادية بالمحمودية، وكنا طلاب في الابتدائية نطلع للمحمودية للتمارين السويدية صح سابقا، والمعارض الرياضة معارض الرسوم، معارض السينما، معارض المسرح، معارض والتمارين السويدية اللي كان يشرفون عليها مجموعة من الأساتذة الكبار صح. من بغداد ومن وزارة التربية والتعليم كان وزارة المعارف، فكان المحمودية تتميز رقم واحد، كان بها ملعب، كان بها مسرح، كان بها سينما، كان بها مكتبة، كان بها مركز ثقافي، وكان بها الأصالة والتاريخ اللي هو خان السبيل صحيح. اللي يعتبر من كبار الخانات الموجودة على مستوى الساحة العراقية في المحمودية. اختير ضمن هذه الأقضية أن يكون بها خان السبيل، هو مركز للسكن وللتجمع وللتسوق والثقافة والفنون الموجودة. وهسه يمكن نخبة من شبابنا من شباب المحمودية وبيهم قسم كبير من البحمدان الأخ كفاح ومجموعته يقودون حركة فنية وأدبية في هذا الخان يسمى بخان السبيل. إذن ثقافة المحمودية ثقافة عالية، ثقافة موجودة. يمكن أول ملعب شفناه إحنا شباب كنا نخاف من نصعد على المنصة هو ملعب المحمودية صح. الكبير اللي كان يضم بغداد الكرخ كليتها في شهر 3 وشهر 4 للسباقات الرياضية، التمارين السويدية وغيرها من السباقات الأخرى. تقدر تعدد لي يعني أسماء مهمة برزت بالرياضة بالفن بتاريخ الحديث للقضاء المحمودية؟ والله شوف خليني أحاجيك على مستوى الرياضة، قد يكون كان الله يرحمه أبو صائب كريم الحمداني صح. أحد أساتذة التربية البدنية، وكان أحد أساتذتنا الله يذكره بالخير ياسين، أستاذ ياسين كان مدرب مالتنا، وكنا نخاف من عنده من يصيح علينا ويدربنا من الناس. وكان محمد خشان الله يرحمه من كبار الأساتذة في مجال الرياضة. وكان على مستوى الفن الأخ عامر جهاد وعبد الوهاب الدايني، نوجه له تحية من هذا المكان. والأخونا عبد الوهاب الدايني كانوا ذولا عمالقة الفن حقيقة ونخب من نخب الفن على مستوى الساحل العراقية، مراكزهم المحمودية وأهلهم في المحمودية. هذولا ما يسعفني حاليا حقيقة أن أذكر الأسماء لأنه مضى عليها وقت، فأنا أعتذر من عدهم لأنه فالمحمودية هي ولادة حقيقة لهذا الموضوع. شيخنا أكو طاقات برزت يعني من قضاء المحمودية في مجال الطب، في مجال العلم، في مجال الثقافة، يعني شلون نقدر ننور الجيل الجديد بهاي الأسماء؟ أتعتقد أنه الإعلام كان مقصر بهذا الموضوع؟ والله الحقيقة بموضوع الإعلام مع الأسف، مع احترامات لكل القنوات الفضائية، بس أغلب الإعلام قام يتجه باتجاهين، اتجاه سياسي واتجاه مادي. فأكو عندنا كثير من الطاقات الثقافية والأدبية والعلمية على مستوى قضاء المحمودية، خليني نجي من 63 اللي أنا أفطن على هذا الموضوع وتصعد إلى يومنا. أكو شخصيات نجحت في مجالات، في مجال التعليم وفي مجال الطب وفي مجال الهندسة وفي مجال القانون والمحاماة، ويعني عندنا خالد شكري أول وكيل وزير للتربية، خالد شكري طارق شكري أخوه كان
رجل وصل إلى درجة مدير عام. عبد الواحد الجنابي الله يرحمه كان من كبار شخصيات المحمودية، وكان الرجل مدير إعدادية المحمودية، عبد الله رشيد الحمداني كذلك، ومجموعة كبيرة، علي صاحب، وشخصيات أخرى حقيقة على مستوى الساحة المحمودية. هاي الشخصيات كانت نوابغ حقيقة في مجال اختصاصها، كانوا علماء أدركوا نفسهم وأدركوا الناس، وكان لهم دور وفضل كبير علينا احنا كشباب المحمودية وطلاب المحمودية في وقتها. ولحد الآن قسم من عندهم يدرسون دروس خصوصي للطلاب. ما شفنا في يوم من الأيام اكو فد لقاء صحفي او اعلامي او تسليط الضوء او تسليط الضوء على هذه الشخصيات الكبيرة العملاقة. فأنا ادعو والله من هذا المكان الكريم ومن هاي القناة الكريمة، ادعو ان يكون دور في مجال الثقافة وفي مجال العلم وفي مجال الأدب وفي مجال الطب، وخاصة على الرموز والشخصيات اللي تركت أثر وبصمة على مستوى ساحاتها أو الساحة العراقية بصورة عامة. يعني إحنا عندنا هسه كبير من مثقفي المحمودية طلعوا وكملوا دكتوراه بالخارج ورجعوا قاعدين ماكو شغل. يعني واحد عندهم أخوي دكتور مزهر كمل دكتوراه بهندسة الهايوي والووتر تريتمنت في مجال الطرق السريعة والمياه الجوفية. صحيح. ولحد الآن يمكن أي استشارة من عام 1990 ولحد اللحظة أي استشارة لهذا الرجل العالم ماكو مع الأسف، وغيره من الأطباء وغيره من الأساتذة وغيره من العلماء وغيره المثقفين. أريد أن تكون زوايا ثقافية. قبل كان كامل الدباغ يطلع برنامج العلم للجميع، ضحك عليه كليتنا اثنين كان اكو برنامجين، رياضة في الأسبوع والعلم للجميع كان الأربعاء الأربعاء والثلاثاء يمكن كذا. هذا الرجل كامل الدباغ كان يحتوي كل الكفاءات، يحتوي كل الشخصيات باللقاءات أو يعرج عليهم ضمن حديثة أو نقاشة. فإحنا ندعو هسه ما شاء الله قنواتنا الفضائية صارت أكثر من عدد سكان العراق، فهاي لو على كلمة كلمة يمكن نقدر ان نجيب العلم ونجيب العلماء ونجيب المثقفين ونبرز دورهم. يا اخي ما ينافس هذا عالم استفاد من عنده في مجال اختصاصه، سوي له مراكز بحثيه كل واحد على اختصاصه. لا راح يصير وزير ولا راح يصير نائب ولا راح يصير رئيس وزراء، لا تخافوا من عندهم. هذول العلماء خلوهم ناس بحثيين يخدمون بلدهم، يخدمون هاي الشباب اللي موجوده، يقدمون خدمه المدارسهم والكلياتهم وكذا. وبعدون اكو موضوع مهم جدا، يعني انا ارجو من خلال اسلط الضوء على من خلال قنواتكم الكريمه، اكو عندنا شريحتين حقيقه، هي شريحه الاساتذه الجامعيين وشريحه القضاة. يمكن انا مطلع وقاري وشايف على مستوى العالم هاي المجموعتين ما تغادر محلاتها، لانه هذا تراكم خبره وهذا علم وهذا إنجاز كبير للبلد. إحنا متوازين عليه، حتى نخلي واحد منصبه شو وقت ما صار عمره 60 62 63 طلعناه قوة، أطلع وجبنا واحد مكانه، نترك العلم ونترك التاريخ ونترك الوجود. فهاي الشريحتين لازم يكون لها وجود ولازم تكون لها استمرارية. وكل دول العالم من يطلعون يغادرون محلاتهم عندما يصل عمره 70 أو 75، أنا أذكر يسولف لي دكتور مزهر يقول لي أستاذنا يجي من بيته الجامعة تويوتا يدرسنا عمره 75 سنة يسوق دراجة هوائية. صح. ولحد الآن يمكن توفق من 2 أو 3. صح. فأرجو من الحكومات الحالية والقادمة أن يكون دور مهم للعلوم والعلماء، لأنه مهاتير محمد خلى 25% من واردات دولته إلى الموارد البشرية. ثقف بها تطوير الموارد البشرية، سوى العلم، سوى العلماء، سوى الأساتذة، سوى المثقفين، وقاد بلاده. وهسه مهاتير محمد يمكن مستشار لأغلب دول العالم. فهذه نقطة مهمة لازم نعرج عليها. ناخذ راح أجيك من باب الموارد البشرية. يعني شيخنا أنت من موقعك كشيخ أو كأمير إمارة، أنفد يوم خططت للتنمية لقضاء المحمودية، يعني واعتمدت على شباب عشيرتكم أو العشائر الأخرى باعتبار أنه يعني صار يأس من الحكومات المتعاقبة لتطوير هذه المدينة. حقيقة مو بس الأفراد عشيرتنا، يعني إحنا يمكن عاقدين على مستوى المحمودية أكثر من 4-5 لقاءات. وكان أول افتتاح للمركز الثقافي مع المحمودية وخان السبيل إحنا حضرناه
وكانت أكو كلمة أنه كان أكو توجيه للشباب وكان توجيه لولدنا وتوجيه لإخواننا وتوجيه المثقفين المحموديين أن يكون لهم دور كبير ونعيد تأهيل وضع المحمودية كما كانت عليه سابقا ثقافتها وأدبها وتاريخها. وأكو المركز الثقافي بالمحمودية يدير أحد الإخوان الشخصيات المحترمة، وإحنا متابعين مع الموضوع، يمكن أكو لقاءين أو ثلاثة في جريدته وفي الأخبار مالته وفي الإعلام مالتهم، إحنا قريبين جدا من هذا الموضوع. أما بالنسبة لوضع القبيلة الخاص ولأبناء إمارة بني حمدان، يمكن هسه أشوفك أكو عندي جرودات بشكل عام، شلون أجرد العشيرة في كل محافظة، أجرد مثقفي العشيرة في كل محافظة، أجرد الماجستير، أجرد الدكتوراه، أجرد المدير العام، أجرد عضو مجلس محافظة، أجرد النائب، أجرد الوزير، أجرد وكيل وزير، وأتابعهم. ويمكن يوم من الأيام سويت هنا جلسة كبيرة حضروها أكثر من 200-250 شخصية للمثقفين، بين أستاذ، بين عميد، بين عقيد، بين مدير عام، بين معاون مدير عام، بين أستاذ جامعي وغيرها من الخبرات والكفاءات. ولهذا هسه الجرد اللي عندي على مستوى البحمدان عندي 782 أستاذ جامعي بمختلف الاختصاصات وماجستير. فإحنا حقيقة الجانب الثقافي لإمارة بني حمدان متابعينها بشكل كبير، وعندنا لقاءات ممنهجة معاهم، وعندنا برامج، وعندنا مشتركات معاهم، وقريبين. ولهذا من يكون مناقشة الدكتوراه لأحد أبنائنا لأحد شبابنا البحمدان، إذا ما يحضر أنا يحضر واحد من الأخوان، وإذا ما حد يحضر رأسا ندز برقية تهنئة ونهنيه ونزوره لاحقا، لأنه حقق في الشيء للبلد وإن لإمارتنا. طبعا هذا يكون فخر. نعم نعم نعم، نعتز ونفتخر كل شباب. أنا أريد أسألك، يعني باعتبار أنه قبيلة بني حمدان وأنت أميرها، وأنتوا طبعا أجدادكم كانوا مشاركين في ثورة العشرين، تذكر لي مآثر ثورة العشرين وإمارة بني حمدان شنو كان لها دور بهذا الموضوع؟ حقيقة ثورة العشرين كتبت عنها الكتاب، وكتبت عنها الصحافة، وكتبت عنها المفكرين حقيقة وأصحاب التاريخ، على معارك كثيرة صارت بالمحمودية بين عشائر المحمودية وإنجليز. صح. وأشهر معركة اللي صارت بين الإنجليز وبين عشائر المحمودية هي معركة أبو حبة. أبو حبة تل أثري، منطقة اليوسفية، على الجهة الغربية من 40-45 كيلومتر، يعني بحدود 20 كيلو من هاي المنطقة. فهاي المعركة كانت في منطقة أبو حبة، اشترك بها البحمدان، حسين شويرد الله يرحمه كان أبو حبة. العفو شيخنا، هي مو منطقة أثرية، منطقة أثرية اسمها سيبة. نعم نعم، سبار اسمها، سبار سبار، منطقة أبو حبة بين قوسين سبار، سبار هذا الاسم مالتها، سيبار الرسم، سيبار نعم الاسم الرسمي مالتها التاريخي. التاريخي. فاشتركوا بحمدان قلت لك، واشتركوا بعمامنا الغرير العمران على وجه التحديد، ومجموعة كبيرة من البومحي والأنباريين، ومجموعة كبيرة أخرى من العشائر اللي صارت الموجودة في المنطقة، وإضافة إلى عشير الزوبع في وقتها. فكانت معركة كبيرة انتصرت بها العشائر العراقية، وقطعوا الطرق، قطعوا سكة القطار، وزيحوا الإنجليز من هاي المنطقة إلى حامية المسيب، ابتعدوا عن مركز محمودية إلى حامية. فهاي المعركة كبيرة ومعركة مشهورة، وكان للعشائر العراقية دور كبير ومشهود. فعلى أثر هذا الموضوع والانتصارات، صارت أكو تقاطع كبير بين حسين شوارد وبين الإنجليز. فأحد الحوادث اللي موجودة كان أراضينا 10,000 دونم في قضاء المحمودية بهذه المنطقة، فكانت مزروعة حنطة في شهر 4، والحنطة عالية جدا وكبيرة جدا، والبحمدان والعشائر كلها اللي موجودة هنا هذه تكون عجرف بالضبط بهالمنطقة هاي. فصارت نسة من أحد عملاء الإنجليز بأنه اليوسفية ميها عالي، فلازم نفتح منفذ لنهر اليوسفية ونخفف عبء الميدة حتى ما يتفيض اليوسفية. فاختاروا أراضينا على اعتبار أراضي واسعة وأراضي كبيرة وامتدادها كبير، يفتحون عليه المي. فصارت مشكلة بين الحاكم الإنجليزي العسكري وبين البحمدان بين حسين شويرد حصرا، فصارت مشادة كلامية. هوسوا البحمدان على الحاكم الإنجليزي، اقتلوا ذبوا بنهر اليوسفية. فاقتيدوا حسين شوارد واثنين ثلاثة ويا من عمامة إلى السراي في المحمودية سجنوه، وكانت القرار المحكمة أما
يدفع 300 دينار بذاك الوقت. بذاك الوقت هذا الحكي احكي لك اياه بال 34 35 الوصل عندي موجود. اما يدفع 300 دينار واما ينسجن 6 شهور والاراضي مالته تستقطع من 10,000 دونم الى 5,000 دونم. فتم استقطاع الاراضي مالته بقى لهم 5,000 للبحمدان واللي هسه يقطنون بها عمامنا منطقة اليوسفية وجنوب الشيشبار ومناطق الكليتة وهي مناطق احنا لنا. ودفعنا خلال 6 ايام كانت 300 هواي دفعنا خلال 6 ايام 300 دينار واطلقوا سراح حسين شوارد. فبدت المشاكل مع الانجليز الى عام 1958 توفى حسين شوارد الله يرحمه بالاربعينات بال45 توفى ووراها استلم والدي واتجه العمامة وخدمة عمامة وأراضية وزراعته وابتعد كل البعد عن الجانب السياسي والعلاقة مع الإنجليز. وفي أحد الأيام كان أكو وضع حقيقة مأثور ومؤثر. كانت مشكلة بين الوصي وبين مزهر السمرمد أمير زبيد الله يرحمه. فدخلت وساطة بين أمير زبيد وبين الوصي عبد الله. فالأخيار اقترحوا بأنه أنت تزوروا. فراح والدي ومزهر السمرمد. والدي كان عمره في ذلك الوقت بحدود 27-28 سنة ومزهر السمرمد رجل كبير بالسن رجل محترم وقور وأمير زويد هو رجل هذا. من تلاقوا مع الوصي قال له منه هذا المحروس من ولدك؟ قال له هذا مو ولدي هذا خضير شوير الشيخ البحمدان. قال له انت اللي خربت الانتخابات مالتنا؟ قال له لا انا رجال فلاح ما لي علاقه. فطلب من الوالد ان يرشح للبرلمان في ذلك الوقت مجلس النواب. قال له انا اعتذر رجل انا فلاح وما لي علاقه وما لي دخل بهذا الموضوع فهاي وحده ما لي علاقه بالسياسه. فهاي احد النقاط الاساسيه اللي كانت تاثير واقع ومباشر بانه اكو تقاطع كبير في ذلك الوقت مع الانجليز لانه المحتل بكل احوال هو محتل مهما يكون وضعه الشيء يقدم لك هو محتل طبعا. هذا تاريخه تاريخ المحموديه وهاي المأثرة الاساسيه والقويه اللي ظهرت في المحموديه. شيخ طبعا انت بالمناسبه عندك ذاكره جمعيه يعني تطير بالارقام والتواريخ والاسماء فما شاء الله عليك والله الله يشكرك الله يحفظك. انا عندي سؤال اخير ومهم جدا يعني اذا ردنا انت كشيخ نريد نختار فد شعار او رمز للمحموديه لقضاء المحمودية شنو اللي ببالك ممكن أن يكون هذا الشعار أو الرمز اللي ترمز بهذه المدينة أو هذا القضاء؟ ما أنا ما أرد أكون أسوي أنا أسوي شعار وأهل الشطرة يسوي شعار وأهل الرمادي يسوي شعار وأهل الدبس وكركوك يسوي شعار. فأريد نسوي برنامج جامع برنامج جامع لكل القبائل والعشائر العراقية ولكل الشعب العراقي. قوتنا في وحدتنا. شوكت ما كنا موحدين راح نكون أقوياء وما نسمح لأي ضعيف ومتربص أن يدخل بيناتنا. وشوكت ما تفتتنا والتهينا هنا وهنا على مغريات الدنيا لا والله ضعفنا. فأنا أدعو من هذا المكان وأدعو من هاي القناة الكريمة لعشائرنا ولشخصياتنا ولشبابنا ولمثقفينا وأدعو متظاهرين الحاليين اللي هم ماسكين زمام المبادرة وماسكين زمام الأمور ودي يطالبون بحقوقي بحقوقك بحقوق الآخرين أني وحدوا كلمتهم وأن تكون برامجهم واضحة المعالم وأن لا يسمحوا للناس المنتفعين والناس اللي يفلشون برنامجهم أن يدخلوا معاهم وأن لا تغريهم الأهواء والمناصب. هذا الموضوع أن يكون مشروعهم واحد أن يكون برنامجهم واحد وأن تكون السلمية هي الأساس في عملهم وفي برامجهم. وحاليا الأخ رئيس الوزراء حقيقة الرجل مشكور قريب من كل مواطن العراقيين قريب من كل الناس دي يدفع بالاتجاه اللي يكون قريب مع المواطن ويحقق طموحات المواطن. فعلينا كشباب أن نكون موحدين في برنامجنا موحدين في طروحاتنا. فخلنا نأسس للموضوع الأكبر اللي هو حاجة الشعب وحاجة المجتمع ونترك موضوع هذا شارع ما مبلط هذا مستوصف هاي قضية هاي مو أساسية هاي تجي ثانوية. شو وقت ما وضعنا اللبنة الأساسية والحقيقية والواضحة والرصينة لخدمة العراق هاي المسائل كلها تحقق. والعراق هو بلد حقيقة كبير بشعبه كبير بموارده
كبير بثقافاته، فإحنا أكبر من أن نبحث عن مستشفى، وأكبر من أن نبحث عن مستوصف، وأكبر من أن نبحث عن شارع. وأدعو شعبنا حقيقة، والعراق حاليا يتجه باتجاهات الانتخابات البرلمانية، هاي الفترة الزمنية اللي احنا قضيناها واللي شفنا به ناسنا وشفنا نوابنا، مع احتراماتي للجميع، يعني ما أرد أبخس حق الآخرين وأبخس حق أحد، بس أدعو مواطننا أن يختار الصح، لأن شعبنا تعب وتاريخنا كبير وتاريخنا عملاق، وإحنا نستحق. وإحنا نستحق. أنا أشكرك شيخ. الله يحفظكم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسعدكم. الله يخليكم. يا مرحبا. ويا رب يحفظك. شرفنا بيكم بهاي القناة الكريمة. الله يحفظكم. أشكرك جدا. تسلم لي شيخ. يا مرحبا. دخيلك بويا ياسر. تشد وبظل أسمع أخبار. أريد أشوف موتك زينة. لا. لو بس متت وخلص. بويا ياسر. شو الحكومة طولت وما حد ذكرك من ذاك اليوم لهاليوم. أفعليك أفعليك يا أخوي أبو ياسر يا النشمي، ما تقول إيش فيك؟ شو تعبان؟ إيه أخوي تعبان. خلك أحمد، خل أشوف عمار صوته يذكرني بياسر. شو تشوف مني يا أبو ياسر؟ أنا على حطة إيدك، بس انت الوقت غيرك كلش هواي. احنا اللي علينا نختار مصيرنا، والباقي على ربك وضمير الدنيا. ليش هي الدنيا عندها ضمير؟ عشان منك طبعا عندها ضمير. شلون ومنين؟ حس الوجه الاعصاب، ما تفهمني الوجه الاعصاب. قلي شبيك. انا دايخ بدنياي وعندي سؤال مدوخني خويا. شنو هذا السؤال؟ قول. من يوم ما استشهد ابني ياسر، ألف رحمة على الروح، وأنا أكو سؤال بقلبي. تعرفون الدنيا سؤال، العود سؤال، الموت سؤال، الدمع سؤال، الحرب سؤال، وإحنا بلاي السؤال ترى كل شي ما نسوى. فخلوني أسأل هالسؤال قبل لا يطير من رأسي. أخويا مروتك لا تطولها علينا، قول شنو سؤالك بفضل. ليش تتعب روحك وتتعبنا؟ خوش. السؤال يقول ليش نموت ويحيى الوطن؟ يا ربي. ليش نموت ويحيى الوطن؟ زين والوطن إش قد يريد نموت حتى يحيى؟ أسهل؟ هاي هم خليها على صح. زين أنا ابني ياسر من يقول مقتنع بهاي المقولة، ومن استشهد وشاف الوطن يوميا يموت وما يقبل يحيى، إيش راح يقول؟ إيش راح فسر لي إياه؟ لا إله إلا الله. اهدى أخوي اهدى. ما معقول ما معقول يا عيوني أنت، ما معقول. أنت كل همك لأن ما ذكروه. اي ما ذكره ابني ياسر، وانا عندي الدليل. شنو الدليل؟ الراديو. ايش بيه الراديو؟ انا يوميا اسمع راديو من الصبح لليل، بتشذب ما حد ذكر ابني ياسر. زين شكل لهل المحمودية شلون يعرفون انا ابني ياسر استشهد؟ رحم الله والدين من قرأ سورة الفاتحة على روح ياسر. الف رحمة على والدي. بسم الله. ألف رحمة على والديكم.